بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في كتب فقه المالكية يبدأون في الفرائض بالنية، فإذا عد النية هي الفريضة الأولى، ثم بعد ذلك غسل الوجه وغسل اليدين، ثم بعد ذلك الرأس والفريضة الرابعة. لكن هو أراد أن يذكر أول الفرائض التي ذكرها القرآن، فالوجه واليدان، ثم الفريضة الثالثة هي مسح الرأس. ومسح ما على الجمجمة، وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر، وهي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفاء. هذا حد الرأس، يعني حدده من منبت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفاء، الهفتة التي بين في العنق من الخلف، هذه هي نهاية حد الذي يجب مسحه في الرأس. ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الأذن الأذنين. البياض الذي هو فوق وتدي الأذنين، يعني هذا الوتد وهذا وتد، والبياض الذي فوقهم هذا هو البياض، هذا هو البياض الذي لا ينبت فيه شعر، هذا يدخل يمسحه الإنسان مع رأسه. والذي فوق الأذنين، والذي فوق الأذنين، هذه الأذنين ما فوقهم، هذا في بياض لا يصله الشعر، يدخل أيضا في المسح. بعظم صدغيه، بعظم صدغيه، صدغيه يعني العظم الناتي، ليس هو من العظم الظاهر، هذا ليس هو من الرأس، وإنما ما فوق العظم، هذا العظم الظاهر هذا ليس من الرأس، وإنما فوقه أو الإذار أو الشعر الذي فوقه هذا هو الذي يمسحه مع رأسه. أي مع عظمهما، يعني ما ينبت فيه الشعر، وهو ما فوق العظم الناتئ. وأما العظم الناتئ فهو من الوجه، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح، مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا. أيضا مطلوب من إنسان يمسح الشعر المسترخي طويل، سواء كان رجلا أو امرأة، ومسحه أن يضع في قبضته ويسلته هكذا سلتا، فهو مطلوب لأنه جزء من العضو الذي يجب أن يعمم. الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم معناها مسح بجميع الرؤوس، ومن مسح بعض رأسه وترك بعضه سواء كان شعرا مسترسيا أو غيره فلا يسمى مسح جميع رأسه، وإنما مسح بعضه، مسح البعض لا يكفي. وعلماء المالكية والراجح عند الحنابلة أنه لابد من مسح جميع الرأس، وعلماء الحنفية قالوا يجوز الاكتفاء بالربع، ربع الرأس، وعلماء الشافعية قالوا أي جزء من الشعر ولو كان شعرة واحدة أو شعرتين أو ثلاثة يكفي. والخلاف مبني على البافي، قوله تعالى برؤوسكم، الذين قالوا بمسح جميع الرأس قالوا الباهية للملاصقة، امسحوا إياكم ملاصقة لرؤوسكم، هي تفيد التأكيد لا تفيد التبعيض، كالباء الموجودة في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يطوفوا ببعضه ويطوفوا بالبيت كاملا. وكذلك في آية التيمم امسحوا بوجوهكم، لم يقل احد من العلم انه يكتفى في التيمم بمسح جزء من الوجه، بل لابد من مسح، فهذه الباء من تلك الباءات كلها وهي على نسق واحد، وذلك دليلهم اقوى الذين قالوا بمسح جميع الراس في هذه المسح. ومن قال المسح يكفي فيه البعض قالوا الباء للتبعيض، والتبعيض يصدق بالقليل وبالكثير. مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله. العبرة بأصله لأنه نابته الرأس،
فهو إذن من الرأس، ما دام منبته الرأس فهو من الرأس. ولا ينقض ضفره أي مضفوره رجل أو امرأة، أي لا يجب بل ولا يندب ولو اشتد بنفسه. ما دام مضفورا بنفسه، يعني مضفورا بنفسه ولو اشتد، ولو اشتد لو جيب على التأكيد يكون أوضح الكلام. ما دام مضفورا بنفسه ولو اشتد لا يجب ضفره، ما دام مضفورا بنفسه ليس معه خيوط وليس فيه شيء لاصق به عازل، لأن الخيوط هذه تعزل الوصول إلى الشعر. ما دام هو مفتول الظفر وتداخل خصال الشعر بعضها ببعض وشدها، سواء كانت مشدودة بقوة ولا مرخية ولا كذا، يكفي المس عليها ولا يجوز نقضها ولا حلها ما دامت هي مضفورة بنفسها، لا في الغسل ولا في الوضوء. حتى من باب الاحتياط يعني لا يندب؟ لا يندب. ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل. في الغسل إذا كان شديدا علماء مكية يقولون ينقض، وغيرهم لا يقول بالنقض. وحديث تقدم ربما حديث عائشة عندما اعترضت على عبد الله بن عمر كان يأمر النساء بنقض رؤوسهن، وذكرت أن ذلك مخالف لما كان عليه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهم بنقض رؤوسهن. وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل. خيوط الكثيرة قالوا ما فوق الثلاث، ثلاثة وما فوق حديث سعد كثيرة، وما مضفور بالثلاثة وما فوق يجب نقضه في الوضوء في الغسل، سواء كان الضفر قويا شديدا وكان خفيفا، لأنها عازل، لأن الخيوط هي تعزل ولا يصل الماء إلى الشعر، الحديث كل تحت كل شعرة جنابة. وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد. يعني إذا كان مربوطا بخيطين فقط فكان الربط خفيف، فالظاهر والغالب أن الماء يصل إلى الشعر، أما إذا كان شديدا فلا يصل الماء ولذلك يجب النقض. ويدخلان وجوبا يديهما تحته أي تحت الشعر في رد المسح حيث طال الشعر، إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد. يعني عندما يأخذ الإنسان الماء يأخذ الماء بيده ويفرغه في باطن كف الآخر بحيث يبلل، ثم بعد ذلك يعني يأخذ يديه هكذا فيضع إبهاميه فوق عظمي الصدغين وأصابعه الأمام في منبت الشعر، ثم يذهب بهما، يذهب بالإبهام إلى مؤخر فوق بحيث يمسح ما فوق الأذنين كما ذكر وما فوق الوتدين، هذا يمسحهم بالإبهام هكذا، والأصابع يذهب بهما إلى نقرة القفاء إلى مؤخر الجمجمة، ثم يردهما من تحت الشعر هكذا بحيث يمسح الشعر كله من أعلاه ومن أسفله. فإذا كان في اليد بلل باق يكفي المسح الأول والرد ببلل واحد، وإذا كان اليد نشفت والشعر شاعت وهو كثير يندب له أن يأخذ بللا آخر لرد المسح. والمسح الأول فرض واجب والثاني سنة. ويدخلان وجوبا يديهما تحته أي تحت الشعر في رد المسح حيث طال الشعر، إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد، ويطالب بالسنة بعد ذلك. لا، هذا كلام أظن يوافق عليه المحققون العلماء الملكية، لأن هو السنة هو مسح أول ثم رد فقط، ليس هناك مسحة ثالثة. يعني يمسح الأول مسحة الأولى، هذه الفرض والواجب، المسح الثانية سنة وتكون من تحت الشعر. يعني عندما يرد المسح لا يرد من فوق هكذا ما يفعل بعض الناس، هذا لا يؤدي بالسنة، لأنه كأنه أعاد المسحة الأولى. المسحة الثانية ينبغي أن تكون غير الأولى، الأولى للشعر من فوق والثانية الشعر من تحت كان الشعر طويل. أما إذا كان عند الترجيح صار يقول هكذا معناه لم يمسح إلا مرة واحدة، لم يأتي بالسنة.
وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد، فالرد سنة وليس كلامنا فيه. وغسله أي ما على الجمجمة بدل مسحه، مجز عن مسحه، لأنه مسح وزيادة. يعني لو واحد يعني غسل رأسه وغسل أو يتوضأ وكان الجو حر وكذا، وبدل ما بياخذ يمسح هكذا وضعه تحت الماء وغسل، قد يكفي، ولكنه مكروه، لأن هذا يؤدي إلى تغيير الأحكام الشرعية. قد الناس يعتادونه، ولو فعله إنسان مرة وكذا هو يدخل باب المكروه، لكن إذا كان يتمال عليه الناس ويتعارف عليه وهذا غير جائز، يكون مع ذلك صاحبه آثم. لكن إن فعله وحصل منه فيؤدي الغرض ويكفي الفرض. مجز عن مسحه لأنه مسح وزيادة، وإن كان لا يجوز ابتداء، أي يكره على الأظهر. والفريضة الرابعة غسل رجليه بكعبيه الناتئين. مع كعبيه الناتئين، الكعب اللي هو العظم المدور هذا يسمى كعب، وهذا داخل في محل الفرض مثل المرفقين في غسل اليدين، وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع المرافق. وأبو هريرة عندما روى حديث الوضوء دور يده على مرفقه حتى شرع في العضد، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك اتفق العلم على أن القدمين أيضا لابد أن يدخل في غسلهما يعني الكعبين. والله عز وجل عندما ذكر الفرائض امسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم قراءة النصب، واضحة أنها عطف على غسل الوجه واليدين والأرجل. وعلى قراءة الجر هناك قراءة وأرجلكم، فهي محمولة عند جمهور أهل العلم على المسح على الخفين إذا كان الإنسان في قدمه خفان، إذا كان في قدمه خفان فهذه هي فريضته، أما في غير ذلك فالواجب هو الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه مسح على قدمه بدون خف، لم ينقل عنه ولا مرة واحدة، وكان الأمر جائزا لنقل ولو مرة واحدة للتشريع، بل على العكس من ذلك هو حذر من المسح تعذيرا شديدا. وعندما رأى بعض أصحابه أنه استعجل وترك بعضا من قدمه لم يمسه الماء وإنما مسحه مسحا، قال ويل للعقاب، في رواية ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، فيدل على أن غسل الرجلين هو الفرض ولا يجوز المسح، خلافا للرافضة الذي يقول أن قراءة الجر هي دليل على أن الرجلين لا يجب غسلهما لأنهما معطوفان على امسحوا برؤوسكم، يعني تقدير الكلام عندهم امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وهذا كلام غير صحيح، فيه تحريف للسنة وإنكار لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به القرآن. والخلاف هنا لا يحتمل يعني؟ لا خلاف، ما عدا لم يخرج على هذا الإجماع إلا الرافضة، لكن سائر العلماء يقول إن لا يجوز المسح إلا في حالة المسح على الخفين فقط. والعطف العربية تحتمل هذا، يعني أحيانا يسموه للجوار، يعني جرة الأرجل هنا للجوار لأنها يعني أتت بعد الرؤوس، ولكن ليس معنى ذلك أن حكم الرجلين هو حكم مسح الرأس، وإنما الجر هنا استسهالا للجوار، لكن تأويل الآخر هو أنها محمولة على المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه بالقرآن. وغسل رجليه بكعبيه الناتئين أي البارزين بمفصلي الساقين، تثنية مفصل بفتح الميم وكسر الصاد، واحد مفاصل الأعضاء، وبالعكس اللسان. وبالعكس اللسان مفصل يعني.
والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم. لأنه يفصل الخطاب ويبين ويحدد. أيوة. والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحته. يعني في عرقوب وفي عقب وكل هذه مطلوبة داخلة في الغسل. العرقوب هو العصب المشدود من خلف الرجل، هذا داخل لأنه في مستوى المفصل المطلوب اللي هو الكعبين مطلوب غسلهما وصلهم. بعدين أيضا عندنا العرقوب. العرقوب العرقوب مجمع مفصل الساق من القدم. العرقوب هذا هو العصب، والعقب هو أسفل القدم من المؤخر. ويل للعقب من النار، يعني مؤخرة القدم، هذه تلامس الأرض ومؤخرة القدم، هذا هو العقب. والعرقوب ما فوقه اللي هو العصب المشدود، هذا هو العرقوب، كما ورد في حديث انظر إلى عرقوبها وشم عوارضها وكذا. فبحيث يتبين من يريد أن يخطب يتبين المرأة امتلاء جسمها من عدم، انظر إلى عرقوبها. فالعقوب هو هذا العصب المشدود، إذا كان رقيق يدل على المرأة نحيفة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل امرأة لترى المخطوبة يعني الذي يريد أن يخطبها فهذا العرقوب والعقب هو داخل ضمن المفروض في غسل القدمين. ويحافظ وجوبا عليهما. وندب تخليل أصابعهما يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها. يعني مندوب عند علماء المالكية أن تخليل الأصابع مأمور به في حديث لقيط ابن صبرة عن أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع، قال وخلل الأصابع، ولكنهم فرقوا بين تخليل أصابع اليدين وأصابع القدمين. قالوا تخليل أصابع اليدين واجب لاتساع ما بينهما، وعد كل عضو من أصابعه عضو مستقل، فإذا لم يخلل المتوضئ ذلك معناه بقي جزء من هذا العضو لم يصف الماء، فيكون الوضوء ناقصا، لأن كل صبع يعد عضوا مستقلا لبعده عن الإصبع الآخر. وتخليل الأصابع اليدين قد يكون من الخلف أسهل وأكمل وأوفر لوصول الماء إلى ما بين الأصابع. وفي تخليل أصابع القدمين قالوا أيضا هو مطلوب، ولكنه مطلوب على وجه الندب والسنية لا الوجوب. والتخليل يبدأ دائما من جهة اليمين، ففي القدم اليمنى يبدأ من الخنصر هكذا من أسفل، التخليل يكون هكذا. والتخليل عند علماء المالكية يقولون بالسبابة لهذه أو المسبحة، لكن ورد الحديث لهم بالتخليل بالخنصر هذا، وذلك أمر جائز ليتيسر للإنسان. ورد في حديث خل الأصابع أمره بالتخليل بالخنصر هكذا، فليتيسر للإنسان، لكن ينبغي أن يقوم بهذا التخليل ليتحصل على المندوب والمستحب. وقالوا ليس واجبا لأن أصابع القدم ملتصقة بعضها بعض، فكأنها كالعضو الواحد، حتى لو لم يعني يصل الماء إليها كاملا فيكون في محل العفو. وفي أصابع القدم الأخرى يبدأ أيضا من اليمين من الإبهام هكذا، ويخلل كل أصبع. يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها، ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه، ولا يعيد محل الظفر أو الشعر من قلم ولا يعيد محل الظفر أو الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره، من قلم ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه. من قلم ظفره أو قلم ظفره
أو حلق شعره بعد أن توضأ، لأن الإنسان عندما يتوضأ مسح رأسه، وقبل أن يحلق رأسه مسح رأسه، ثم بعد أن أكمل وضوءه حلق رأسه، هل يطلب منا أن يمسح رأسه مرة ثانية؟ لأنه يقال أنت مسحت على الشعر والآن الشعر غير موجود، فكأنك لم تمسح. وكذلك من توضأ وكانت له أظافر ثم قلمها بعد الوضوء، هل يطلب منه أن يغسل هذه الأماكن مرة أخرى ولا يطلب؟ قال لا يطلب منه ذلك، لأن الطهارة قد حصلت له في ذلك الوقت على وجه المشروع، فلا ترتفع إلا بناقض من نواقض الوضوء المعهودة المعروفة. ولا أحد، لم يعد أحد من أهل العلم أن حلق الشعر أو تقييم الأظافر من نواقض الوضوء. ارفع صوتك. إذا أزال شيئا من جلده بعد الوضوء، إذا كان شيء قليل زي البترة والحكة وكذا أيضا ليس شيء، لكن إذا كان هناك حائل، يعني حائل يمنع صناعي مش طبيعي، حائل بقعة تمنع الطلاء أو لزقة أو يعني جبيرة وكذا، هذه يأتي لابد من تدارك الأمر و غسلها، وإذا كان محل غسل أو مسح إن كانت محل مسح، لأن يعني ترتفع الطهارة من ذلك المكان يكون غير طاهر. وكذلك مثل الخف مثلاً، إنسان توضأ وهو لابس خفته وما زال الخف، لابد أن يبادر إلى غسل قدميه. ولا يعيد محل الظفر أو الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه، لأن حدثه قد ارتفع. وفي وجوب إعادة موضع لحيته وشاربه إذا حلقهما وسقط وعدمه، وهو الراجح، قولان. تفريق لا معنى له، وحكم حكم واحد، سواء كان الشعر في اللحية أو في الرأس هو واحد. منهم من قال يعني شعر الوجه، لأنه عندما يغسل شعر الوجه والناس يتكلمون عن من له لحية كثيفة، لحية الكثيفة لا يشترط فيها وصول الماء إلى تخليلها، وصول ماء البشرة بل يكفي غسلها من أعلى، فكان يقولون الشبهة هنا كبيرة في مسألة اللحية، لأن المسح هو أساسه والغسل كله كان في مكان قد يزيل ولا وجود له. لكن يقال نفس الأمر، ما دام الإنسان حصلت له الطهارة ولم يحدث له ناقض فهو باق على طهارته. هنا حلق اللحية لا يؤخذ منه؟ نعم، هنا لا يشير المصنف إلى مذهب الله أو شيء في حلق اللحية. لا حرام، يتفقون أهل العلم جميع المذاهب الأربعة يتفقون على أن حلق اللحية، هذا المشهور في المذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، يتفقون على أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام من غير عذر من غير ضرورة. كان سواء عنده عذر ولا عنده ضرورة، سواء كان عذر إكراه أو تصنيف أو فساد أو يخاف على نفسه، هذا يعني يرفع عن الحجر الحرج. لكن مع ذلك في حالة الاختيار يتفقون جمهور العلم في المذاهب الأربعة، يتفقون على إعفاءه واجب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا، وهي صحيحة في الصحيحين وفي غيره، الأمر بإعفاء اللحى. وكذلك الشارب عند علماء المالكية أنه يحرم حلقه، لا يجوز حلقه، ويعده الإمام مالك من المثلة، بل يجب تركه. لعل التفريق هنا لأنه يعني شيء معدوم شرعا، فلعله يعني معاقبة لصاحبه يعيد وضوءه، لا يكون هذا يعني معنى؟ لا، ليس هو الوجهة اللي بنوا عليها، هو ليس من باب العقوبة، إنما من باب أن اللحية معتاد أن تكون كثيفة، واللحية الكثيفة لا يطلب إيصال الماء فيها إلى البشرة، بخلاف الرأس. مسح الرأس عندما يمسح الإنسان مرة ويرد من الخلف، فكان من تحت الشعر، فكان وصل الماء إلى أصول الشعر. أما في اللحية الكثيفة فمش مطلوب تخليلها، حتى التخليل عندهم غير مطلوب، فالغسل لما كان على ظاهر الشعر وظاهر الشعر قد يزيل، فكأن المغسول غير موجود. ولكن هذا أيضا توجيه ضعيف، والصواب هو أن ما دام الطهارة حصلت والحدث ارتفع على الإنسان، فلا يحصل له ما يخالف ذلك إلا بناقض عده الشرع ناقضا، ولم يعد الشرع الحلق ناقض من نواقض الوضوء.
والفريضة الخامسة الدلك، وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه. دلك هذا من الفرائض اللي مختلف فيها ويقول به علماء المالكية. دلك هو إمرار اليد على العضو إما أثناء صب الماء أو بعده، ليس شرطا أن يكون حين يتعذر على الناس، وخصوصا في الغسل بالذات، يعني في الوضوء قد يكون الإنسان يستطيع أن يتابع الماء، لكن في الغسل ربما لا يستطيع إذا كان يغرف ماء ويصبه على جلده وجسمه ثم بعد يريد أن يدلك، فالدلك يكون بعد ذلك. فما دام رطوبة الماء موجودة الدلك يعني يكون وقت له ويؤدي الغرض ويؤدي الفريضة. والدلك هو الإمرار، إمرار اليد، وسواء كان باليد أو بغيرها، يجوز الدلك حتى بغير اليد. يعني إذا كان الإنسان مستطاع أن يدلك ظهره وكتفيه لأن يده يكون بدين لا يستطيع أن يصل، وأراد أن يستعين في ذلك بشيء آخر مثل أي شيء آخر مثل منديل أو شيء من هذا، فلو أن يفعل ذلك ولو أن يستعين بغيره إذا كان يجوز له أن يطلع عليه، فكل ذلك جائز. ولكن وأيضا هذا من مسائل المختلف فيها، لأن أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يقولون بأن الدلك من فرائض الغسل، فإن عندهم من عمم، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الغسل من الجنابة ثم أفاض على بدنه، وليس فيه ذكر للدلك، لم يأتي ذكر للدلك لا في فرائض التي ذكرها القرآن ولا في شيء دليل واضح من السنة. في ورد في بعض حديث على عبد الله بن زيد فدلك يديه، ولكن هذا ربما ليس هو المقصود منه الدلك، صار يتوضا ودلك يديه، فهذا التلقائي اللي هو داخل في معنى الغسل. العلماء المالكية يقولون هناك فرق بين غسل فيه دلك وغسل ليس فيه دلك، فلا ما دام القرآن ذكر غسلا معناه في مضمونه الدلك، أن الذي يغمس بدنه ويده في الماء لا يسمى غسلا وإنما يقال له غمسا. ما دام القرآن طلب غسل معنى هذا في مفهومه الدلك، فقد يقال لهم إذن ليس هناك حاجة إلى أن تذكروا الدلك واطلبوا الغسل وخلاص، لكن يقال ربما لا يفسره الناس جميعا بأن الغسل يتطلب دلك، ولذلك نصوا على الدلك لأن الغسل لا يتأتى إلا ولا يتحقق إلا مع الدلك، ولذلك جعلوه فريضة مستقلة. فهناك فرق من يقال بين تقول غمس يده وبين غسل يده، فإذا كنت غسل يده معناها حك بعضها ببعض، وإذا قلت غمس معنى وضعها في الماء، وقال لم يقل فاغمسوا وإنما قال فاغسلوا، فقالوا هذا يدل على أن الدلك مطلوب. وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة، يعني في مشقة لما تكون هناك مشقة مش لازم المقارنة، إذا كانت تأتت لباس، والدلك يكفي ما دام العضو لم يجف، إذا كان العضو جف فلا يفيد الدلك، لكن ما دام العضو عليه أثر رطوبة الماء فالدلك يفيد. والمراد باليد هنا باطن الكف على ما استظهر، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو. التفريق ما بين الغسل والوضوء في باطن إيش الوجه يعني؟ لا الدلك يكفي حتى في الوضوء، ليس ظاهر أنه يعني أمر لا بد منه. لو الإنسان ما عندهش قدرة على أن يفرض، إنسان يستطيع أن ينحني وهو مريض ووضع رجله في الماء ودلكها برجله الأخرى فهذا يكفيه حتى في الوضوء. حتى في الوضوء الإنسان توضأ ما يستطيعش أن ينحي مثلا ولا يشق عليه الانحناء، ولا أن يدلك رجله برجله الأخرى فذلك يكفيه. الفريضة السادسة الموالاة على أحد المشهورين، وإليها أشار بقوله وهل الموالاة، وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر. التفريق إذا كان الفصل بين أعضاء قليل لا يضر، فصل كثير يضر. دليل عن الفصل قليل لا يضر
ما ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع المغيرة وتابد إداوة بعد أن ذهب إلى حاجته وصب عليه الماء يتوضأ، قال كانت عليه جبة رومية فضاقت عليه أكمامها، حاول قدر الإمكان نزع فلم يقدر فأخرج يده من تحتها، فهذا أخذ منها وقت، مع ذلك ما عدوا هذا فاصل يعني يضر في بالموالاة. الفصل اليسير اللي هو معتاد، هل اليسير هو مقدر بالعرف ما يعد العرف طويلا يعد طويلا وما يعد العرف يسير يعد يسير، وهذا منهج كثير في تحديد الطول والقصر في عند علماء المالكية، دائما يرجعون في كثير من المسائل في الكثرة والقلة يتحاكمون فيها إلى العرف، ما تعرف عليه الناس من الأفعال الكثيرة يعد مبتلا للصلاة، إذا كان إنسان يصلي وحرك حركات كثيرة ما ضابط هذه الحركات الكثيرة، هل هي مرة اثنين ثلاثة رفع إنسان يده إلى رأسه إلى وجهه إلى كذا، هل تعد مرة اثنين ثلاثة أربعة، قال يتحاكم فيها العرف، فإذا كان العرف يقضي أن هذا يعد كثيرا بحيث لو رأه أحد أو رأه الناس ما خطر ببالهم أن هذا يصلي، فهذا في عرف الناس يعد كثيرا يفسد الصلاة. أما لو كان هذا العمل اللي حصل هو حتى لو راه أحد يقبله على أنه يصلي هذا يعد من أشياء، وهكذا في أشياء كثيرة تفريق بين الكثرة والقلة يسندونها إلى العرف. هناك من يسند الفصل في الموالاة إلى جفاف الأعضاء، يعني إذا كان إنسان غسل وجهه ثم بعد ذلك فصل بمدة قبل أن يغسل يديه، قال يعني مدة الفصل هل جف وجهه أو ما يزال فيه أثر بلل، ويقدرونه بالزمان المعتدل المتوسط، يعني ليس بحادثة معينة، وإنما يقال مثلا إنسان إذا حصل له هذا الفصل في الزمان المعتدل اللي هو ليس شدة حر ولا شدة برد، والشخص المعتدل ليس هو في شبوبة ولا شيخوخة، وإنما إنسان معتدل، يعني إنسان أحيانا يبقى هو جسمه بارد فيبقى معه الرطوبة طويلا، وحين يكون جسمه حامي فالرطوبة تذهب عنه، فعدوه أيضا اعتبروه بالشخص المتوسط المعتدل ما في العمر وفي السن وفي الوقت وفي الزمان، هذا هو الذي يقدر كم المسافة وكم المدة التي تجف فيها الأعضاء، ذلك هو المقدار الذي يقدر به الفصل الطويل والفصل القصير عنده. وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد فعله أول الوقت وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد واجبة إن ذكر وقدر وبنى يعني في بعض الكتب تعبر بالفور والعامة يعبرون بالفور حتى كتب الفقه بعضها يعبر عن الموالاة بالفور حتى كانوا ينظموا هذه فرائض الوضوء وجهي ويدي ورجلي وراسي ورجلي والفور والدلك والنية فور يعني أن تعمل عملك عمل الفرائض كلها تعملها في وقت واحد متصل ليس فيه فاصل لكن التعبير بالموالاة أكثر تدقيق وأضبط لأن الموالاة تقضي أنك تفعل الفعل كاملا براحتك تؤدي فيه يعني إسباغ وإكمال وكذا ثم عندما تنتهي منه تنتقي إلى ما بعده هذا اللي يفهم من كلمة الموالاة لكن عندما نقول عليك أن تعمل هذا فوراً قد يفهم منها أنك لابد أن قد يكون تعمل شيء غير كامل لأنك مراد أنك تتخلص من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن هذا ليتبادل من كلمة فور وذلك التعبير بالموالاة قال أولى من التعبير بالفور وهل هذه الموالاة اللي هي مختلف فيها والمشهورة أنها من الفرائض هل وجوبها مطلقاً يعني تجب هي فرض من فرائض الوضوء سواء كان إنسان قادراً عليها أو عاجزاً وكان ذاكراً لها أو كان ناسياً وهي واجبة فرض
مع القدرة والتذكر، لأنك هناك فرائض مرفوعة فرضيتها بالعجز عنها أو بنسيانها، فهذه مربوطة بالذكر والقدرة. يعني إزالة النجاسة مثلا في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن هي فرض واجبة بالذكر والقدرة. إذا كان الإنسان مش ناسي، كان متذكر أن عنده نجاسة، صلاته باطلة. إذا كان هو قادر على إزالتها صلاته باطلة. إذا كان هو غير قادر، هو عنده مركبين لها ماسورة وطول الوقت يخرج منها البول وكذا، هذا غير قادر عاجز، فتسقط عن هذه الفريضة أو هذا الواجب، لا يكون هو مطالب به، لأن هي واجبة مع الذكر والقدرة. كذلك الموالاة هذا هو المشهور، هي واجبة مع الذكر والقدرة إذا كان متذكر وهو قادر، أما إذا كان ناسي فيرفع عنه، بعد ذلك يرجع ويتمم متى ما تذكر ولا يبطل وضوء. وكذلك إذا كان عاجز يعني يرجع إلى وضوءه. عفوا شيخ، هني في الدلك فرق بين الغسل والوضوء، حيث قال والمراد باليد هنا باطل الكف على ما استظهر، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو. ما هو سأل عليه قبل قليل سهيل، فهو هذا التفريق يعني ظهر أنه ليس شرطا، لأن كما قلنا لو أن الإنسان يريد أن يتوضأ وهو غير قادر أن ينحني أو يشق عليه الانحناء، وضع قدمه في إناء وحكها بقدمه الأخرى، هذا يكفي يؤدي الغرض. فالذلك سواء كان بباطل الكف أو كان بغيرها كله يعني يكفي. وحتى في الغسل ليس شرطا أن يكون بالكف أو باليد، لو احتاج أن يحتاج إلى منديل أو إلى حبل أو لأي شيء آخر أن يصل به إلى أماكن بعيدة فله أن يفعل هذا. لكن كل هذا مع القدر، ليس فيه حرج، الذي لا يقدر يسقط عنه. هي مسألة أولا الدلك هو فيه اختلاف هل واجب أو غير واجب، لكن هو الذي يجب أن يتيقن منه الإنسان وتبرأ به ذمته أن يتيقن من تعميم جسدي بالماء ثم أفاض على بدنه، فإذا أفاض الماء يفعل ذلك ما استطاع من الدلك، وما لم يستطع إذا استعان عليه بيده أو بحبل أو بغيره فبه، وإذا لم يقدر فيكفيه إن شاء الله إفاضة الماء على بدنه. واجبة إن ذكر وقدر، وبنى إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة. يعني يبني إذا كان ترك ناسيا وكذا، يبني ترك الموالاة ناسيا ثم تذكر، يبني إذا أراد أن يصلي بذلك وبنى إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة. إذا أراد مثلا أنت بديت في الوضوء غسلت وجهك وبعدين نسيت وتركت، فقال لك إذا أردت أن تبقى على طهارة وتكملها أو تصلي بذلك الوضوء الذي بدأته وتركته، إذا أردت ذلك تستطيع أن تبني بنى، يعني مش لازم تعيد غسل وجهك، تبني بنية وتستمر في غسل باقي أعضائك ويكفيك هذا. هذا بناء إن أراد أن يبقى على طهارة وأراد أن يصلي. وبنى إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة، ولا يبتدئه أي يكره أو يحرم، إن كان ثلث الأعضاء غسل على ما يأتي. هذا ربما رأي من رأي العلم، لكن ظن أنه إنسان مخير، ليس هناك في الوضوء يستطيع إنسان يبدأ، ليس هو من العبادات التي يحرم عليك أن تتركها إذا أنت بدأت فيها. فلو إنسان يعني غسل بعض أعضائه ثم نسي ولم تحصل موالاة ثم تذكر، فإذا أراد أن يبني له أن يبني وبهذه الشروط، يبني بنية وكذا، وإذا أراد أن يعيد من بادئ الأمر فلا يحرم عليه، له أن يبدأ من بادئ الأمر. يعني باعتبار أن الثلثين كثير، هذا تفريق، لكن ليس أظن هذا يعني معمول به عند أكثر المالكية، لكن فرق هذا بالثلث، لأن الثلث يعد دخل في العبادة بصورة كبيرة وفعل منها ما هو معتد به، وذلك ينبغي أن يستمر، وإذا ترك
فقد يكون آثما لأنه أبطل عمله وأبطل عبادة، لكن ظاهر أن هذا ليس هو المعتمد المعول عليه. فيجوز الإنسان سواء كان يعني أخذ بدأ في الوضوء يعني غسل الثلث أو الأقل أو الأكثر ثم نسي وأراد أن يبدأ من جديد، له أن يبدأ الوضوء من جديد وله أن يبني سواء كان معمول هو الثلث أو أقل أو أكثر. بنية شرطا فإن بنى بغيرها لم يجزه، لأن مع الطول الطويل النية الأولى خلاص انقطعت، لأن الإنسان النية حتى عندما يبدأ في العبادة إذا كان الإنسان بعد ما استحضره من النية عن وقت بداية العبادة فالعبادة لابد النية لابد أن تجددها. نويت أنت في البيت أنك تريد أن تصلي العشاء وبعدين ذهبت إلى السوق ثم أتيت إلى المسجد ولم تستحضر وقت دخولك الصلاة ما تريد أن تصلي، فلا تكفيك تلك النية التي نويتها وأنت خارج من البيت. النية لابد أن تكون متصلة بالعبادة لا تكون منفصلة عنها. إن نسي وفرق بين الأعضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل مطلقا طالما قبل التذكر أو لم يطل. يعني في الناس يبني مطلقا سواء كان مدة طويلة ولا قريبة، الناس يبني مطلقا. وبنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة أو حكما إن عجز عن إكمال وضوئه. كان عنده عجز حقيقي يعني بمعنى أن بدأ والماء موجود ثم انقطع الماء انقطعت الكهرباء عد ماء ثم جاء أحد أخذه وليس عنده في ذلك تفريط، هذا يعد عاجزا حقيقة وذاك يستطيع أن يبني هذا. لكن إذا كان هو مفرط أساسا لم يعد من الماء ما يكفيه وإلا كان متسببا فلا يبني ذا لأنه متسبب كان كالمتعمد. بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما ما لم يطل الفصل، وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا. وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيهما. يعني هنا يفرق بين الناس والعاجز، الناس يبني مطلقا سواء كان الفصل طويل ولا قصير، والعاجز لا يبني إلا إذا كان الفصل قصير، أما إذا كان الفصل طويل فلا يبني. وأي القولين معتمد؟ ظهر أنه يبني إذا كان العجز عجز حقيقي يعني مش مفرط فيه كما قلنا يعني خارج عن يده. إذا كان من بادي الأمر ما خدش العدة ما عدش الماء الذي يكفيه من بادي الأمر أتى بما قليل ثم وعول على أنه عندما يكمله يريد أن يأتي بما آخر فلما أكمله لم يجد الماء الآخر، هذا يسمى مفرط مقصر لا يحق له البناء. إذا كان هو عاجز عجز حقيقي بمعنى عد الماء الكافي أو بدأ والماء موجود ثم بعد ذلك انقطع الكهرباء وانقطع الماء ينزل من الصنبور وكذا فيسمى عاجز عجزا حقيقيا وهذا يبني مثل الناس. رفع عن أمتي العجز والنسيان هم استكرهوا عليه. وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل داخل على عدم الإتمام، وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية أي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه. فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد المولاة. وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبني مطلقا. إذا كان العجز حقيقي هو حكم الناس يعني يبني، لكن إذا كان العجز فيه تقصير هذا هو الذي يبني في حالة الفصل اليسير ولا يبني في حالة الفصل الطويل. وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال
وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ثم زال. يبني يعني لأنه عاجز يعني. هذا حاصل كلامهم، وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا، ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس، إذ العجز ظاهر فيها. لكن التفريق زي ما قلنا مبني على أن فيه عجز ليس فيه تقصير، عجز واضح أن الإنسان يعني خارج عن يده لا يتهم فيه بتقصير، أما عجز في شيء من الإهمال والتفريط هذا هو الذي جعله حكمه، جعله حكمه ويخالف العجز الحقيقي، وإذا كان من أجل تقصيره قال له لا يجوز لك أن تبني. هذا الفرق. وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا، ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس. وأن يفسروا يعني. إذ العجز ظاهر فيها، ويحكم بأن غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعل ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما، ويجعل ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما. يعني العجز اللي فيه تقصير هذا يجعلوه ملحق بغير الناس والعاجز، وهذا يعني فصله يعني يحكم فيه أو يفصل فيه بين الطول والقصر، فإذا كان يسير لا يضر، وإذا كان طويل يضر، وانتهت المسألة. والعاجز يجعلوه كله على نسق واحد مع الناس، فهذا يبني سواء طال الفصل أو لم يطل، كان هذا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. يبني على الفور يا شيخ. نعم. إذا زال العجز أي نعم إيه هكذا ينبغي، لأن بعدك يصير متعمد إذا ترك باختياره يصير فصله متعمدا بعد ذلك، ويجب عليه أن يستأنف وضوءه. والطول مقدر بجفاف أعضاء بزمن، أي في زمن اعتدل، أي الأعضاء والزمن. فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيخوخة والشبوبة حال الصحة، واعتدال الزمن كونه ليس حال المرض، يعني حال الصحة ليس حال المرض. فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة، واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح. ولا بد من تقدير اعتدال المكان كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب. الفاكهاني لابن حبيب. فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء. أو الموالاة سنة. هذا القسيم الآخر، هل هي واجبة مع الذكر والقدرة؟ مع التفصيل السابق معناها اللي فصلوا هو ناسي هو عاجز يبني، ولي غير التفصيل العجز، هذا كله التفصيل على القول الأول أنها واجبة مع الشرط والذكر والقدرة. القسيم الثاني أو هي سنة أساسا، ليست هي واجبة، ليست من فرائض الوضوء وإنما هي من سنن الوضوء، هذا القول الآخر. وبناء على أنها سنة بعد ذلك، هل تركها يفسد الوضوء أو يفسد الوضوء؟ هذا أيضا فيه خلاف بين علماء المالكية، في من ترك السنن متعمدا تبطل صلاته ولا تبطل صلاته. ابن القاسم يرى أن من ترك السنة متعمدا فهو يعني كالمستخف بها بالعبادة، وذلك يبطل صلاته من ترك السنة عمدا. ولو حملنا كلام على هذا يبقى ذاك ليس هناك فرق بين القول بالسنية والقول بالوجوب، ما دام يترتب عليه يعني إبطال الوضوء وإبطال العبادة. خلاف لفظي يعني. يعني خلاف لفظي. لكن الواقع أنه خلاف حقيقي، لأنه يأتي أنه فيه تفصيل آخر. أو الموالاة سنة وعليه إن فرق ناسيا لا شيء عليه. يعني ما دام قلنا سنة، أنا إذا فرق ناسيا
لا شيء عليه، وإذا فرق وكذا عامدا على مال ابن عبد الحكم. وكذلك لو فرق عامدا، لأن هذا اللي يتمشى مع السنة، السنة يعني تركها لا يبطل العبادة، يعني يثاب فاعلها ولا يذم تاركها بخلاف الواجب والفرض. فإذا كان السنة هذا تعريفه وهذا المتفق عليه فيها، معنى من ترك هذه السنة معنى لا يذم وعبادته صحيحة، وإنما فاته الثواب وفاته الأجر. وهذا هو تفسير ابن عبد الحكم لهذا القول الذي يقول بالسنية في الموالاة. كيف اعتبرنا الخلاف معنوي هنا؟ أي خلاف معنوي، هذا يكون خلاف معنوي حقيقي. في كل الجوانب يعني خلاف معنوي أو فيه جانب يكون فيه خلاف لفظي؟ لا، خلاف معنوي هنا، أنه في فرق لما نقول السنة خلاص، بعدين ما عادش لا تتقيد لا بالذكر لا بالقدرة لا بغيرها، ما عادش هناك اللزوم لهذا التفصيل أساسا. فمن أتى بها حصل له الثواب، سواء كان لعجز أو نسيان أو غير ذلك، ومن لم يأتي بها يعني صلاته صحيحة فاته الثواب، ومن أتى بها حصل الثواب وصحت عبادته. ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا، مقابل قول ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم نعم. كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين. سنة الصلاة يعني نترك سنة المؤكدة، يقصد السنة المؤكدة هذه اللي يشير إليها، مثل قراءة السورة وإلا الجلوس للتشهد وإلا السر والجهر ولا كذا. السنة المؤكدة يعدوها الملكية ثمانية سنن، من تركها عمدا ابن القاسم يعني يكون كأنه مستهين بالسنن وتبطل صلاته في العمد. ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين. على أحد القولين، ابن القاسم كان عنده قولين، فأحد القولين يكون الخلاف بعد ذلك يكون خلاف لفظي، على أحد القولين يقول أن تبطل صلاته من ترك السنة عمدا، يعني يقبل سواء قلنا هي سنة ولا فريضة، الحكم هو واحد طب صلاة الله. لكن على القول الآخر أن من ترك الصلاة السنة عمدا صلاته صحيحة، فيبقى خلاف معنوي. والثاني لا تبطل في الجواب، والثاني لا تبطل في الجواب خلاف في التشهير، والأول أشهر. يعني خلاف التشهير اللي هو هل يترك السنة المؤكدة عمدا تبطل صلاته، كأنه هذا هو الأشهر عنده. صلى الله وسلم انتهى الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.